بتدوس على ده وده سكتها تملي صعبة صحيين نايمين في غربة وخيوط متعقدة الأيام كده غريبة في كل حاجة بتدوس على ده وده سكتها تملي صعبة صحيين نايمين في غربة وخيوط متعقدة سرقانا السكينة عالفاضي شايلين ياما دوامة لدوامة ونشوف ألف علامة ولا بتأثر فينا نتدرب منظرنا وجوانا مكسرنا بنلاوح في قدرنا سرقانا السكينة شايلين ياما دوامة لدوامة ونشوف ألف علامة ولا بتأثر فينا خلصوا الأنبياء عايشين كاتمين وجعنا ماشيين ماسكين دموعنا وعيوننا مخبية ده مفيش تضحية قالك ما احناش ملايكة وخلصوا الأنبياء عايشين كاتمين وجعنا ماشيين ماسكين دموعنا وعيوننا مخبية منزلني ليه دلوقتي؟ عايز اشوفك عايز اشوفك عايز تشوفني ليه؟ عشان مش هينفع استنى من الجمعه للجمعه عشان اقابلك. وديك قابلتني. طيب تعالي بس اعزمك على حاجه نشربها في اي كافيه قريب ونتكلم كلمتين كده مع بعض. لا مش هينفع، انا قلت لهادية ان انا راح اشتري كارت شحن للمحمول وهرجع على طول، فمش هينفع اتاخر. هينفع يعني هادية دي كانت ولية امرك؟ لا مش ولية امري ولا حاجه، بس الوقت يعني اتاخر.
ما تاخرش ولا حاجه يا سونسو، لسه بدري، الساعه لسه ما جاتش 10. تعالي بس نقعد ساعه كده ولا حاجه وبعد كده ارجعك على طول. يا عم بلاش، حكايه الكافيهات دي بتبقى غاليه. ولا غاليه ولا حاجه، الغالي يرخص لك يا جميل. بس ايه الطعمه دي؟ بس بقى كسف على فكره. صباح الخير يا حبيبي. صباح الخير يا بابا. ايه اللي ملبسك بدري كده؟ عندي شغل واجتماعات كتير قوي النهارده، وبعدين العقد بتاع الشركه الالمانيه فيه كام بند كده مش واضحين، لازم اشتغل عليهم. ايه النشاط ده؟ تمام بابا، مش ليلى لازم تعرف بقى ان امها رجعت؟ هتعرف بس مش دلوقتي، انا هحولها في الوقت المناسب. اللي هو امتى الوقت المناسب؟ ليه جو السسبنس اللي احنا عايشين فيه ده؟ اكيد ليا اسبابي. صدفة ابوك. ايوه يا بابا، بس مش ليلى بس اللي هتعرف، في ناس كتير قوي لازم يعرفوا ان امي رجعت. تيجيش نفطر؟ هاديه. ايوه يا فندم. حضري الفطار في الجنينه وطلعي صينيه تقولي ليلى تيجي تفطر معانا. يلا. حاضر. تعالى يلا. يا حبيبتي صباح الخير. لا يا روحي ما نزلتش. لا عادي والله، بس ما عنديش شغل النهارده. يا حبيبة قلبي لا خالص والله، تعبان بس عادي يعني. اوكي يا حبيبي، طب عادي عليك نروح للدكتور. لا يا روح قلبي لا، ولا تتعبي نفسك ولا دي. احمد انا عايزه اطمن عليك، انت لما تخلصي الشغل بس بيعدي عليا. مش مهم الشغل. طيب خلاص. سلمي عليه. بابا بيسلم عليك وبيقول لك سلامتك. الله يسلمه يا حبيبتي. اوكي. انت؟ انا بحبك قوي. وانا كمان. باي. انا نازله. استني انا عايزاكي. طيب بقول لك ايه؟ احمد ما جابلكيش سيره عن موضوع حسن. يا مام ده وقته. احمد تعبان ما بيخرجش، اكيد ما بيشوفوش يعني. باي باي. باي يا ستي. استني خديني معاكي. سلام. سلام. مع السلامه يا حبيبتي. بقول لك ايه؟ دقي الحاجه بايدك لحسن الراجل اللي يضحك عليك. حاضر حاضر يا ماما. طيب بنتك واضح انه تعبان ما راحش الشغل. مش عارف اروح ازوره ولا ايه؟ استنى لبكره، لو ما راقش يبقى اروح ازوره. صباح الخير يا انس. ليلى. صباح الخير يا سناء. سعيد بيه مستني حضرتك في الجنينه عشان تفطر. بابا بيفطر في الجنينه؟ اه هو قاعد من بدري تحت مع استاذ مصطفى. طيب اوكي انا هحصله افطر معاك. خدي بس دول الله يخليك الاول وديهم اللندن. اخيرا فتح تليفونه. ألف هنا وشركة. حاجة تانية؟ لا شكرا. شوفي لي الليلة اتأخرت ليه؟ يلا. أنا جاي. صباح الخير يا بابا. صباح الفل يا حبيبي. صباح النور. يلا نديد الكفتار يلا. ماليش نفس. اها. أنت ما نمتيش امبارح؟ لا ما نمتش من امبارح. هشرب شوية شاي عشان يصحصحوني شوية. كلمتي أحمد واطمنتي عليه؟ كلمته بس ما بيردش عليا من امبارح. طيب أنا هكلمه أنا. ده ما بيردش. شفت؟ مش غريبة دي؟ سعيد بيكومي بيكلم حتة موظف عنده في الشركة وما يردش عليه؟ تلاقيه تعبان ولا حاجة يا مصطفى؟ يا بابا ده انت لو بتكلم وزيره وهو في العنايه المركزه برضه هيرد عليك. ايه يا مصطفى؟
مالك عامل كده ليه من ناحيته؟ مالك بتكرهه قوي ليه كده؟ وعمل لك ايه؟ هو مين ده عشان اكرهه اصلا؟ انا بس مستغرب على الاهميه اللي انتوا الاثنين مدينها له. احمد شاطر على فكره في شغله وبني ادم كويس قوي. شاطر اه. طب اتاخرت بقى ولازم امشي. باي باي. مع السلامه. السلام عليكم يا فتحي. عليكم السلام. ازيكم يا جماعه؟ اخباركم ايه؟ ازيك يا هاله؟ ازي حضرتك؟ اتفضلي اقعدي. لا يا حبيبتي خليكي مرتاحه. لا لا ما يصحش حضرتك اتفضلي. شكرا. هو انا يعني كنت جايه علشان اقومك؟ لا ما يصحش حضرتك تبقي واقفه وانا قاعده. حضر لي حاجه المحشي يا فتحي. كوسه والخضار والبتنجان والعربيه جايه في السكه حالا ان شاء الله. طيب انت كل ما اسالك تقولي في السكه في السكه. انا مش هقدر استنى اكتر من كده، هبقى ارجع بقى كمان شويه. السلام عليكم. سلام. السلامه. بنت طيبه قوي، ربنا يوعدها بابن الحلال يا رب. يا رب ان شاء الله. مبروك يا اختي العماد، ابنك طيب وابن حلال. الله يبارك فيك يا ام حسن، ومراته والنبي طيبه وتستحق. يا اختي بس انت يا ام عماد قلبك جامد قوي. تقصدي على ايه؟ انك يا اختي جوزتي واحده متطلقه ومعاها بنت. بجد يا اختي عملتي كده؟ ليه؟ ده عماد جامعي وعنده شقه وعربيه وألف بنت تتمناه. القلب ومريض يا ام حسن. لما جه قال لي يا ماما انا بحبها وعايزه اتجوزها بس عندها ظروف، قلت له ماله يا حبيب، انا يهمني ايه يا ام حسن غير سعادته ولا ايه؟ جايز عقبال ما انسى لما تخلص العصير تكوني عملت لها اقرار استلام العمل عشان هتبدا معانا من النهارده. خلاص اوكي. او بعتي لي حد من الحسابات كمان. تحت امرك. انا اذنكم. قولي لي بقى ايه رايك في الشركه؟ قولي. بتخوف الصراحه كتير ضخمه. انا بصراحه ما كنت فاكره هيك الموضوع بنوب. امال كنت مفكرها ازاي؟ انه شركه وكبيره وعلى عيني وراسي، بس مو قلعه. ايه ده؟ انت جاي تقري بقى ولا ايه؟ بالراحه مش لا الله يزيد ويبارك. بص يا ستي، ده المقر الرئيسي لمجموعه الكومي الاداره يعني، وفي كمان شركه المقاولات ودي اكبر شركه في المجموعه، وفي كمان شركه الاستيراد والتصدير اللي بنصدر من خلالها منتجات المصنع بتاعنا، وعندنا كمان شركه الصناعات الغذائيه، وايه كمان؟ بس كده. ايه رايك؟ تمام ما شاء الله. تمام. طب انا شو هتكون طبيعه شغلي؟ انت تشتغلي معايا، هتكوني مديره مكتبي. ادخل. مدام امل قالت لي ان حضرتك عايزني. اه انسه لنا استلمت شغلها هنا مديره مكتبي. عايزك بقى تجهز لها 20,000 جنيه. حاضر، بس احطهم تحت انهي بند؟ سولفا. سولفا تتخصم من مرتبها، بس الخصم يبدا بعد 6 شهور من دلوقتي. اوكي؟ مالك في ايه؟ ولا حاجه، تحت امر حضرتك يا فندم. اتفضل. ليه هيك عملت؟ بصي بصراحة يعني أنا مش عارف إذا كانت ماما جاية عاملة حسابها في فلوس ولا لأ. بصراحة كسفت أسألها. ما كانش قدامي غير إني أعمل كده. تعرف شو؟ أنتوا حرام تكونوا بعاد عن بعض كل هالعمر. مصطفى أنت رائع. يا ستي لا رائع ولا حاجة. يلا عشان تلحقي تقعدي مع أمل تخلص لك إجراءات التعيين بتاعتك. وبالمرة أفرجك على بقية الشركة. ماشي. يلا. سلمي مدام أمل على طول. مصطفى إن شاء الله. سعيد بكومي المدير العام ووالدي. ليلى اختي. هاي. لنا مديرة مكتبي الجديدة. كيفك؟ ايه ده، هي مش مصرية؟ لا لبنانية. تشرفت بمعرفتك. انا كمان. اهلين سعيد بك. عايزك في مكتبي. ايه ده يا مصطفى؟ انت عملت ايه؟ انا عملت حاجة؟ لسه هروح اشوف في ايه. انا ماليش دعوة. انا في مكتبي. احسن واحدة تخلعي انت. طبعا. ماشي. هروح اشوف بابا عايز ايه. استنيني في مكتب امل. انت بتتحداني؟ انا؟ خالص ما بتحداكش ولا حاجه. امال ليه جبت بنت اخت نبيله وشغلتها في شركتك من غير ما تقول لي؟ لان دي تبقى بنت خالتي. انا قلت لك الصبح هقول لليلى بس لما تسمح الظروف. ايه دخل ليلى بالموضوع؟ انا مش فاهم. انت هتسابني ولا؟ انت اللي مش واخد بالك. امي عايشه في مصر هنا من غير اي دخل، وانا ما كانش ينفع اعرض عليها فلوس لانها اكيد ما كانتش هتوافق. الحل الوحيد اللي كان قدامي ان انا اعين لنا وبمرتب كبير. انا هصرف لها سلفه بعد اذنك عشان عندي شغل مهم. انا مش عارفه مكتبك هيكون فين بالظبط يا لنا، لكن هتكوني قريبه من استاذ مصطفى. غالبا هتكوني مع هند في مكتبها. مين هند؟ هند دي مساعده استاذ مصطفى، هي المترجمه بتاعت المشروع الالماني. اه اوكي. عموما انا هسال الاول وارد عليكي.
ماشي ميرسي معزبك ومبروك علينا انت. يا رب. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. ازيكم؟ تمام. انا بس كنت عايزه اسالك على احمد شاهين، قافل تليفونه وما بيردش وفي شغل كتير قوي متعطل، فيعني لو عندك طريقه تقدر توصلنا ليه يكون كويس قوي. سهله جدا، حتى لو ما قدرناش نوصل لتليفون بيته انا عندي هنا موظفه هي جارته تقدر توصل له بسهوله. طب حلو. ايه ده ليلى كمان هنا؟ اه كنت جايه بسال مدام امل بس على حاجه تخص الشغل. هند اللي مع استاذ مصطفى في المشروع هي جاره احمد وتقدر توصل له بسهوله. طيب متشكره. عن اذنكم. ايه الاخبار؟ مضيت العقد؟ ايه مشي الحال مضيت. مبروك. الله يبارك فيك. يلا بقى عشان ما نعطلش مدام امل اكتر من كده. اوكي اتفضل. ميرسي. ميرسي. عزبتك معي. نورتينا. باي. باي باي. صباح الخير. صباح الخير. كنت جايلك مكتبك حالا، معلش انا عارفه انك مشغوله بس عايزه اسالك على حاجه مهمه. لا تحت امرك. احمد شاهين الموظف اللي هنا كنا عاوزين نوصل له، اصل مدام امل قالت لي ان انت معاكي رقم تليفونه لانك جارته. مظبوط. اصل احنا عندنا شغل كتير جدا والشغل ده متاخر ولازم يخلص النهارده. طب في حاجه اقدر اساعد بيها؟ يا ريت. رقم تليفون بيته لانه قافل موبايله. لا الحقيقه هو مش معايا، بس هو ممكن يبقى تعبان وان شاء الله بكره يبقى كويس وينزل الشغل. صح ممكن برضه. ميرسي. بصي احنا دلوقتي بنتفاوض معاهم عشان نخصص لهم جزء من المصنع بتاعنا يبقى خط انتاج باسمهم التجاري. اوكي. احنا المفروض متفقين على كل حاجه، يعني كل حاجه طلبوها مننا نفذناها لهم، حاجه واحده بس هي اللي فاضله. لو شيء ادخل. تعالي هنا. لنا مديرة مكتبي الجديده. هند هي اللي مسؤوله عن ترجمه كل حاجه تخص المشروع ده. هاي كيفك؟ ازيك يا لنا؟ تمام. استاذ مصطفى انا ممكن استاذن؟ استاذني؟ احنا قدامنا شغل كتير قوي. اقعدي اقعدي. هي اللي كده كل حاجه واضحه؟ طبعا اكيد، بس شو مش عن لا دي تمام انا هتصرف فيها، انت بس هطلب منك حاجتين. شو اول حاجه؟ ماشي. اوكي. تاني حاجه بقى مساء الخير. ملاحظة دقيقة جدا. ها حضرتك بلغني اول باول. سعيد بيه. سعيد بيه بعد اذن حضرتك جالنا فاكس من وزارة الاسكان بيطلبوا فيه عقود مدينة الكومي علشان ناخد الموافقات على كل المرافق. تحب حضرتك قومي. انا عايزك. خير في ايه؟ هنروح مشوار مهم. يلا هنروح فين؟ قلقتني. ما تقلقيش انا عايزك. قومي بقى خلاص اسمع الكلام. خير يا بابا؟ مفيش حاجه حبيبتي. يلا خزنة ومخبيينها في الآخر عينين فيها دواء. ممكن
عايزه اعرف بس ايه المشوار الغامض قوي ده اللي حضرتك موديهولي. بصي انا بقالي كتير قوي عاوز افتحك في الموضوع ده بس مش لاقي طريقه، عشان كده انا قررت ان انا اعمل كده من غير اي مقدمات. بابا انا مش فاهمه حاجه. هتفهمي كل حاجه دلوقتي، بس عشان خاطري مهما حصل اوعي تزعلي مني. رصهم دلوقتي جنب البنك بس يا سمير. حاضر يا زعيم. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا عم امين؟ الله يخليك. ازيك يا عادل؟ الف مبروك يا سيدي التجديدات الحلوه دي. الله يبارك في عمرك. بس احنا بكره عاملين حفله كده على الضيق ولازم تيجي تحضرها عشان يحصل لنا البركه. العين طبعا، ربنا يجعلها فاتحه خير عليك وعلى اهل بيتك كلكم. قول المهم، جبت طاولات جديده ولا لا؟ والله احنا ما جبناش، بس احنا ممكن نجيب لك واحده عشان تبقى على اسمك بقى. ايوه، عشان نبطل حجه عمك خالد عشان بيقول الاواشيط قديمه. ربنا يخليك. طب مش عايز مني اي حاجه؟ اساعدك في اي حاجه. سلامتك. تسلم. ربنا يتمم بخير. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه. الله يسلمك. الف بركه. مع السلامه. مع السلامه. أنا اللي إيه برضو؟ مالك يا حبيبي؟ إيه اللي مدبل عينيك كده؟ الدرجات يا أحمد؟ في إيه يا ابني؟ إيه اللي أنت شايله جواك مش مخليك قادر تفرد طولك؟ احكي لي يا حبيبي، فك عن نفسك. والله نفسي أحكي لك معاك، بس حتى لو حكيت لك ولا أي حاجة هتتغير. لا إزاي؟ في حاجة هتتغير؟ هتستريح؟ واضح إن شوية النجاحين دول مفهومش أي راحة. مال؟ يبقى قضى ربنا؟ ما هي الدنيا على ده وده؟ راحة وتعب، فرح وحزن، صحة ومرض، وأقول لك 100 حاجة وعكسها. إيه بقى اللي بيك؟ أنا عايز أسألك على حاجة معايا. ليه ربنا ساعات بيفتح لنا سكك كده وبتبقى حلوه وباين ان هي هنعمل كل حاجه احنا عايزينها، وفجاه السكك دي بتتقفل؟ ده معناه ايه؟ معناها اختبار يا حبيبي، امتحان. هو انت فاكر نفسك عايش في الجنه يا ابني؟ ده احنا على الارض. الشاطر اللي ينجح في الامتحان. واعرف ازاي بس ان دي السكه الصح من الغلط؟ في اشارات يا ابني، في اشارات تدلك وتقول لك صدق ده. وانا عارفاك جدع وطيب وقلبك هيدلك. ربنا يا ابني يهديك ما يضلك ويعطيك ما يحرمك. قادر يا كريم. مساء الخير يا حنان. مساء الخير. احمد موجود؟ اي حبيبتي، في البلكونه. خشي. اهلا يا حبيبتي. ازيك طنط؟ جيتي في وقتك يا هند. خير؟ احمد مهموم قوي، طبطبي عليه يا بنتي. هتقولي مالك برضو؟ مفيش والله حبيبتي، بس كنت مخنوق شويه كده وحمدتي جنبك دلوقتي. طب يلا خلينا ننزل نروح نشوف الشقه. مش قادر والله حبيبتي، معلش. يلا. طب اعمل ايه يعني؟ اخدك في حضني؟ دي اكتر حاجه محتاج لها والله يا حبيبتي. ايه يا حبيبي؟ فيك ايه؟
تعبانه يا حبيبتي، تعبانه. انت عارف ان انا كنت جاي اتخانق معاك ليه؟ بس ليلى هاني سالتني على رقم تليفون بيتك النهارده عشان ما بتردش عليها. لو هتكون فيها النمره ولا حاجه؟ لا طبعا. هو انت مش عايز تروح الشركه تاني؟ انا مش عايز اروح اي حته. أنا مش هسيبك غير لما أعرف إيه اللي حصل. تشربي شاي؟ نعم شاي. للأسف يا دكتور، الاستقرار اللي انت شايفه في حالة عبد المنعم ده كله مؤقت. ليه بتقول كده يا دكتور؟ انا كنت لسه عنده توتال حاجة ستيبل، الريبورت بتاعه تقريبا اوكي. كلها شهر his organs will start failing gradually. طب وده نعمل له ايه بقى؟ الحقيقة يا دكتور عبد المنعم نبضه بينزل المجتمع، الضغط بتاعه نفسه مش كويس. قوي 70 ل 40 ألف فونتي سيلان بسرعة. يلا عينك عليها، كل 5 دقايق أخبارها. اتفضلوا. اتفضلوا. ميرسي. اهلا يا حبيبتي، مش عارفة بشبه على حضرتك، حاسة اني شفتك قبل كده. نبيلة امك يا ليلى. ايوه يا ليلى انا امك يا حبيبتي، انتي وحشتيني قوي. استني يا ليلى، ليلى استني، ليلى استني بس يا حبيبتي استني. مين دي؟ ما تتكلم. قلت لك امي. سعيد انت جايبها هنا من غير ما تقول لها انا مين؟ انت ايه اتجننت؟ ليلى استني يا حبيبتي، اسمعيني ارجوك يا ليلى، انا بقالي 20 سنة انت مستنية اللحظة دي عشان انت تكفاك تقولي. وانا بقالي 20 سنة عارفة ان امي ميتة. كنت فين؟